أهلا بكم من جديد. انتشرت مؤخرا ظاهرة الأكل الصحي وتناول البذور في أوقات متعددة كبذور الشيا، الكتان، الشوفان والألياف وغيرها العديد. في دراسة قامت بها جامعة هارفارد عام 2016 أظهرت أن تناول الألياف بشكل أكبر يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وأشارت أيضا إلى أن تناول الألياف خلال فترة المراهقة وسن البلوغ المبكر قد يكون له فوائد عديدة. طبعا من فوائد اتباع نظام غذائي عال بالألياف حسب ما نشره موقع مايو كلينيك أن تلك الألياف ستساعدك على الحفاظ على صحة الأمعاء وستخفض أيضا من الكوليسترول. أيضا يمكنها التحكم بخفض مستويات السكر في الدم. سنتعرف هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، إلى أي مدى فعلا الأجسام تتأثر بالألياف بهذه الطريقة، وما هي أهميتها. معنا اختصاصية التغذية دانيا شنك عشان قبل هلا على ما كنا نحكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلاً دانيا فيكي. بداية خلينا نحكي أهمية الألياف من ناحية المبدأ للجسم، خاصة أنه في ناس ربطوها بالتأثير السلبي وأنهم بيكونوا متضايقين عادة، فما هو الصحيح؟ هلا اكيد الالياف هي جزء من نظامنا الغذائي اللي لازم يدخل دائما وبشكل يومي في النظام الغذائي اللي احنا عمالنا بناخده. هلا اذا بدنا نبلش من الاخر اللي هو انت هلا حكيتيه، هل ممكن انه في ناس بتتضايق؟ في ناس بتتضايق، بيكون عندها مشاكل بالكولون، بيكون عندها في نفخه، هذا الإشي ممكن يضايقها اذا هي اخذتها بكثره واذا ما رافقها شرب الماء. دائما بنحكي انه احنا الالياف لازم يكون مرافق لها شرب كميات كافيه من المي لحتى يقدر الجسم يتعامل معها. هلا شو هي الألياف؟ هي الألياف تيجي تحت مجموعة الكربوهيدرات، وهي الجزء اللي بيكون موجود بالتفاحة. إذا أنت جيتي أكلتيها جسمك ما عماله بيقدر يهضمه، ولكن هي جدا مفيدة. ليش؟ لأنه أنا لما عمالي باخدها في منها نوعين، في منها الذائبة وفي منها الغير ذائبة. هلا إحنا الذائبة اللي هي soluble fibers بتعمل بتمص المي من الجسم وبتعمل زي جل تقعد جوات المعدة، فهذا الإشي بحسسنا دائما بالشبع، بحسسك انه انت مو كثير جوعانه، بقلل من شهيتك، فهو رقم واحد رح يساعدك انك انت ما تاكلي اكثر ويخفف من الوزن. عشان هيك الناس اللي بدها تعمل دايت وتخفف من وزنها بنقولها لازم تاخذ كميه كبيره من الخضره والفواكه، لانها هي مصدر كثير مهم للالياف. بعمل جل وبيقعد. بالضبط. هلا برضه كمان حكيتي انت هلا على الدراسه اللي هي بتحكي انه الالياف بتساعد على خفض مستوى السكر بالدم، على خفض الكوليسترول، هذا مزبوط. هلا الكوليسترول لانها هي بترتبط ممكن هاي الالياف بالكوليسترول فبقل امتصاصها بالدم، فبرضه كمان هي راح تساعد على الحفاظ على صحه القلب. كمان هي احنا لما عمالي انا باكل مثلا دائما بس رز بس خبز، ما عمالي بدخل الياف، ما عمالي ادخلها سواء من فواكه أو خضرة أو بقوليات، أنا ما عمالي بخلي جسمي، بخلي مستوى السكر دائما يطلع، لأن السكريات البسيطة هي اللي بتخلي السكر يطلع أكثر بالدم وتحفز شغل الإنسولين يشتغل أكثر. فأنا الألياف إذا بتساعدني كمان أني أحافظ على مستوى السكر في الدم. جميل. يعني يمكن حابة أعرف إلى أي مدى فعلياً أنا ممكن أسيطر أو أساعد الأشخاص اللي عندهم مشاكل أحياناً في موضوع السكر، الإنسولين ريزيستنس، يمكن هاي من المشاكل المتعارف عليها صار حالياً. إلى أي مدى الغذاء ممكن يساعدني بهذا الموضوع؟ وهل بيجوع؟ يعني فكرة الألياف وإنها محرشاتها بتجوع؟ لا بالعكس، الألياف هي لازم إنه إحنا ندخلها. كنت عم تسأليني على الانسولين ريزيستنس، صح؟ انه احنا كيف لازم قدي لاي مدى لازم ادخل الالياف. هلا انا يوميا لازم اصلا هي تكون موجوده بغذائي، لانه زي ما حكينا رح تخلي انه مستوى السكر ضابط عندي في الدم، زائد انه هي الالياف هي الغذاء للبكتيريا النافعه بجسمي. يمكن كثير هلا كمان في ناس عم تاخذها از سبلمنتس اللي هي البروبايوتكس او الميكروبات النافعه بالجسم. هاي الميكروبات بتتغذى على الالياف، بتعملها تخمر وبتطلع عندي البرودكتس اللي بتطلعها اللي هي اسمها شورت شين فاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه. هاي هي بتزيد المناعه، بتقلل الالتهابات في الجسم، حتى بتحميه من انه يصير في عندنا سمنه. فبالعكس انا لازم دائما اني اكون ادخلها، لان الناس اللي عندهم مشاكل
إذا عندهم مثلا غازات أو عندهم نفخة بدهم يعرفوا كيف يدخلوها، يدخلوها بكميات متدرجة، يعني مش أنا أروح مثلا من أول يوم أخذ كمية كتير كبيرة منها، لازم إني أنا أدخلها بالتدريج. وهل كل أنواع الألياف نفس الطريقة؟ يعني كل الخضار وكل الفواكه عندهم نفس طبيعة الألياف؟ لا طبعا بيختلف من واحد لواحد، يعني بيختلف. هي الألياف زي ما حكينا هلا في منها ذائبة بالماء ومنها غير ذائبة. هلا الغير ذائبة هي اللي بتمنع مثلا إنه يصير عندنا إمساك في الجسم، لأن هي برضه بتخلي الفضلات تكون اكثر لزوجه، ما تكون كثير يابسه، فهذا بيمنع يصير انه في عندنا امساك، عشان هيك لازم كمان اخذها، فهي جدا كمان مهمه لصحه الجهاز الهضمي. جميل، خلينا ندخل على موضوع البذور، يعني عشان انا بدي اساعد كمان الناس انها تشوف شو نوع البذور. هاي بذور الكتان وهاي الكتان وهاي الشيا. تمام، الشيا والكتان بلشنا نسمع عنهم مؤخرا، بلشوا يفوتوا بوصفات حلويات بمعظم الاحيان، احيانا بالخبز. الى اي مدى فعليا هي مفيده؟ وطيب خلينا هاي اللي هي الشيا اللي هي حبوب السوداء. هاي هي الشيا، تمام. خلينا نشوف هاي الشيا مثلا كمثال بايش مفيده وايش ممكن نستخدمها. اوكي، هلا زي ما قلتي مؤخرا صار في كثير عم بتكبي مثلا هلا مؤخرا دخلت علينا من بلاد تانية كتير مكونات غذائية إحنا بنسميها بعلم التغذية functional foods. functional food أو اللي هم الأغذية الوظيفية بيكون لها وظيفة بالجسم، بحيث إنها ممكن هي تمنع حدوث مرض أو ممكن إنها تقلل من أعراض أمراض تانية. فمثلا chia seeds هي بتمتاز إنه هي فيها نسبة عالية من الأوميجا 3 اللي هي الدهون النافعة، وكمان كمية كبيرة من الألياف. نرجع للألياف اللي هي برضو رح تحمي القلب ورح تحمي من السكر ورح تخفض عنا الـ LDL. فالإشي اللي بيميزها إنه الكمية العالية من الألياف اللي فيها، أنت إذا جبتي معلقة شيا ودوبتيها بالماء رح تلاحظي إنه صار عندك جل. فهي إحنا كمان نوصفها للناس اللي عمالها بتعمل حميات بدها تخفف من وزنها، إنه ضيفوها للماء، ضيفوها للحليب أو لللبن، لأنه هي رح تساعدكم على الشعور بالشبع أكتر. بس برأيك يعني أحياناً استخدام هاي البذور بشكل مبالغ فيه أو من غير مثلاً، يعني هي هاي النقطة إنه إحنا ما لازم نبالغ. يعني إحنا المشكلة يمكن هلأ بتروحي بتحسي أنا بدي أعمل مثلاً دايت وأخفف وزني، بروح على بجيب تشيا سيدز، البذور الكتان، بروح بجيب شوفان، بروح بجيب كل هاي الأشياء وبحطها ويلا هالشهر ببلش فيها بعدين بنساها بالخزانة. هذا غلط. إحنا لازم كل هذه المكونات الغذائية ندخلها بنظامنا الغذائي بشكل يومي، ولكن باعتدال، لأنه كمان هذه هي مصدر للدهون، يعني صحي دهون نافعة، ولكن ما بنقدر إنه إحنا نبالغ في تناولها لأنه بالآخر هي سعرات حرارية. طيب خلينا نحكي كمان عن بذور الكتان. بذور الكتان تشبه الشيا، نحكي بالمكونات اللي هو نحكي من ناحية الأوميجا 3 والألياف. بيميزها إشي، هلأ ممكن الأوميجا 3 والألياف بالشيا سيدز أكتر، ولكن البذور الكتان رح أشوف الفرق بين البذور والكتان والشيا. هاي تقريبا لونها على بني جاي. تمام. الفرق انه فيها ماده اسمها لجننز اللي هي بتشبه الاستروجين، هرمون الاستروجين الموجود عندنا بالجسم، فبتساعد على الوقايه من سرطان الثدي. واذا بتفتحي بتعملي سيرش بتلاقي كثير الناس بتستعملها للشعر، لانه هي ماده اللجنن هاي جدا مهمه لنمو الشعر، فبيعملوا منها وصفات كثيره. بس ايش البورشنز، يعني خلينا نحكي، او هي قديش المعيار اللي ممكن يكون صحي فعليا؟ هلا هو ينصح من معلقه صغيره لمعلقه كبيره يوميا من هاي البذور. يعني احنا عملنا صحن سلطه بنحط مثلا من بذور الشيا، من بذور الكتان، نقدر نزيدها على الشوفان كمان هو مصدر عالي للالياف. نعم دانيا شنك، انا كثير انبسطت بوجودك معنا اليوم وعلى كل المعلومات اختصاصيه التغذيه. شكرا لك. اهلا.